على أطلال ما تبقى من منازل الموصل القديمة، اعتلت لافتات الدعايات الانتخابية أنقاض المنازل والأبنية المهدمة، وبعضها لشخصيات سياسية ووجوه قديمة لم يكن لها دور في الأزمة التي عاشتها هذه المدينة، ولم تظهر صورهم إلا مع قرب الانتخابات. طبعا كانت ردة فعل كلش قوية على الصور المعلقة على أنقاض المدينة القديمة، ولربما يوجد جثث تحت هذه الأنقاض، وهم بكل عين صلفة خلينا نقول خلوا صورهم ودعاياتهم الانتخابية على أنقاض وبيوت أو البيوت المهدمة في المنطقة القديمة. يعني أكو بصيص أمل للتغيير، ولكن أن تعاد نفس الوجوه فهذا خطأ كبير أن يرتكبه المجتمع. وأيضا لا نذهب إلى المقاطعة، المقاطعة لم تكن حلا يوما ما. شباب يبحثون عن التغيير وسط جراح ما تزال تلاحقهم حتى اليوم، والأغلبية يأملون بأن لا تعود الوجوه السابقة إلى المشهد السياسي، فقد عاشوا الكثير من خيبات الأمل بسببها طوال السنوات الماضية. نقدر نقول أنها ما أعطت فرصة، ولكنها في نفس الوقت خلقت تنافس صعب جدا. يعني نعم هنالك مال سياسي، هنالك جماعات سياسية دخلت بقوة، هنالك جماعات مصالح قوية جدا في الانتخابات، ومن جهة أخرى هنالك الجهات المستقلة أو الأفراد اللي نزلوا بقوائم منفردة أو بترشيحات منفردة. بالنهاية الفاصل الحاسم هو صندوق الاقتراع. التكهنات بالنتائج صعبة، فما بين المال السياسي والنفوذ وقوة السلاح، وما بين محاولات الشباب للتغيير، لا أحد يعلم ما هي المفاجآت التي تخبئها انتخابات تشرين. فهل ستعود ذات الوجوه التي اعتلت أنقاض الحرب، أم سيكون للوجوه الجديدة كلمة أخرى؟ من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.